شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت المرأة
لا تقتلوه عسى Let's go.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من تفصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معنا
يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإن فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة
تنصرون. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: